وتفاصيل مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم. ساعات قليلة بتفصلنا عن المباراة الحاسمة بين منتخبنا الوطني ونظيره السنغالي ضمن تصفيات مونديال 2022. المباراة إن شاء الله هتبدأ إذاعتها الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، واللي هتقام في العاصمة السنغالية داكار. والحقيقة إن منتخبنا العظيم الرائع حقق لنا فوز كبير جدا في ماتش الذهاب اللي أقيم في أرضنا يوم الجمعة الماضية، الحمد لله وعدى على خير وأهلنا وبهدف مقابل لا شيء، واللي حققه نجمنا العالمي محمد صلاح في الدقائق الأولى من الماتش. وكان تأهل المنتخب الفراعنة جه على صدارة المجموعة السادسة على حساب ليبيا والجابون وانجولا. تعليقك يا ايمان، واكيد فرحتي وزقططتي. طبعا اللعبه الحلوه ما فيش كلام. وصلاح فخر العرب طبعا، مشرفنا منتخب مصر الحقيقه كله، مشرفنا مجهود كبير جدا بتركيز عالي جدا بدعوات قلوب 100 مليون مصري وكمان دول كتير، العالم كله بيدعي لنا يا جماعه من حب في مصر ونجوم مصر، نجوم منتخب مصر الحقيقه هيفرحونا ان شاء الله. كلنا عيوننا وقلوبنا متعلقه بلحظه الانتصار النهارده باذن الله، كلنا منتظرين على احر من الجمر، كلنا بندعي حقيقي من قلبنا ان ربنا يحقق لنا فوز مشرف في ماتش العوده، والفرحه تدخل كل بيت مصري وكل قلب مصري، ويبقى بقى خلاص يعني فرحه النهارده بالفوز ان شاء الله مع كمان كام يوم رمضان، ويا رب يكتر افراحنا. يا رب على راي الحاجه ياسمين الحصري. يا رب، انا بحب لها الاغنيه دي. يا رب يكتر افراحنا وعلى قد نيتنا دينا.